بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، قد بقي لنا حديث من باب ما جاء في صفة ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثاني. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه وعنا معه، قال حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن يزيد بن خصيفة رضي الله عنه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد لاهر بينهما. نعم، لاهر بمعنى جمع. فإذا يوم أحد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، الدرع هو جبة من حديد كما بينته سابقا. إذن لبس اثنين، ظاهر بينهما يعني جمع بينهما. كيف هذا الجمع؟ لبس إحداهما فوق الأخرى، ظاهر كأنه من التلاهر والتعاون، من يكون أحدهما يلاهر يعاون الآخر في شيء في دفع الضرب بالسيف والطعن بالرمح وهكذا، أو كأنه جعل إحداهما لهارة والأخرى بطانة. هنا قال لاهر بينهما، هذه الملاهرة مشتقة من أي، إما من التلاهر بمعنى التعاون، أو من اللهارة والبطانة. ولبس الدرعين يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب. لماذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرعين؟ لأجل الاهتمام في التوقي في الوقاية في الحرب، في أخذ الوقاية، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو. لهذه العلل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين. ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه هذا الحديث، وأشار إلى أن الحزم والتوقي من الأعداء والمؤذيات لا ينافي التوكل والرضا والتسليم. نعم، فإذا لبس درعين، وهذا اللبس ما كان يعني
أحدهما إلى الوسط والآخر إلى الرجلين، ليس كذلك، بل إحداهما فوق الأخرى، يعني ليس الذراعين أو ليس لبس الذراعين مثل لبس السروال والقميص. أحدهما إلى الوسط والآخر يعني إلى الرجلين، ليس كذلك، بل يعني إحداهما فوق الأخرى. وهذا اللبس أو التوقي من العداية، هذا لأجل الاهتمام أو للمبالغة في التوقي، وهذا لا ينافي التوكل، بل التوكل أمر آخر، ومع ذلك يمكن اتخاذ الأسباب. نعم، كذلك التوقي من الموذيات، ممكن موذيات من الحية والأقرب، هكذا كثير. اتخاذ الوقاية يعني التوقي لا ينافي التوكل، والرضا يعني الرضا بالقضاء، ليس هذا منافيا للرضا بالقضاء، ليس هذا عدم الرضا بالقضاء، بل يمكن الرضا بالقضاء مع التوقي، كذلك التسليم لقضاء الله تعالى، هذا أمر آخر. مع ذلك يعني هذا التوقي من الموذيات. فإذا ما معنى التوكل والرضا والتسليم؟ يعني يشتغل بالأسباب، ومع ذلك يعتقد أن الوقاية من الله تعالى. لو اتخذنا هذه يعني الأسباب أو لم نتخذ الأسباب، أيا كان الوقاية من الله تعالى، يقي إن شاء أن يقي، وإلا يضر، ممكن يكون خلل في التوقي. نحن اتخذنا أسباب الوقاية، لكن ممكن ذهلنا عن بعض الأمور، أو يعني وقع خلل في هذه الأسباب، فإذا المودي يودي، كذلك العدو يصيب بنا، وهكذا. نعم، ذاك أمر وهذا أمر آخر. نعم، لا تنافي بينهما. مثلا هذا المريض يتوكل على الله، ومع ذلك مأمور بالعلاج وموذون بالعلاج، هو يعالج، يتخذ الأدوية، يتناول الأدوية، ومع ذلك هو يوكل على الله تعالى، يعني الشفاء من الله تعالى فقط، لا شافي غيره، ويدعو الله سبحانه وتعالى للشفاء. أما هذه يعني الأدوية والعلاج وطرقه كلها أسباب عادية. نعم، ثم بعده باب، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المغفر؟ المغفر هو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس، وفي المحكم هو ما يجعل من فاضل الدرع الحديد على الرأس كالقلنسوتي. إذن هذا لباس الرأس لوقايته عن الضرب يعني مع السيف والطعن، وكذلك إصابة الرمح، وكذلك يعني انكسار مثلا أو شقوق، هكذا. هذا مغفر من آلات الحرب. نعم، ثم درع هو أيضا من آلة الحرب، وكذلك هذا مغفر أيضا من آلة الحرب للوقاية، وهذا يلبس في الرأس. فإذا لباس الرأس العادي هو الإمامة والقلنسوة، ثم كذلك يلبس على الرأس البيضة،
அதான் லிபிகாயத்தில் ரேசி மினல் அஃபாத்தி ஃபஹதல் யஜ்லி அல் கித்தாலி வல் ஹர்ப் அதாவது அல் மிஃபர். சும்மா அதான் மின் சிலா அதால் மிஃபரு வ கதாலிக் அத்திருஉ மின் ஜும்லத்தி சிலாஹி ஐலன் ومن جملة السلاح. نعم، لماذا؟ المغفر كمنبر من الغفر، الغفر هو الستر. أين يلبس؟ يلبس تحت القلنسوة. ثم قال إبراهيم الباجوري رحمه الله في المواهب اللدنية شرح الشمائل المحمدية، وهو من جملة السلاح المغفر كذلك الدرع كله من السلاح. لماذا؟ لأن السلاح يطلق على ما يقتل به وعلى ما يدفع به. سلاح يطلق على ما يقتل به أو يقاتل به، هذا ظاهر، وكذلك يطلق على ما يدفع به يدفع به العدو. نعم، وسلاحه يقال عليه، يطلق عليه أيضا، يقال له أيضا السلاح، وهو يعني الدرع المغفر مما يدفع به، لذلك هو من الأسلحة. فإذا هنا إشكال. نعم، هذا سأبين. ثم الحديث، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فإذا هكذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرا يوم فتح مكة. ثم المغفر نقرأت يلبس تحت القلنسوة، هذا مغفر إما تحت القلنسوة أو فوق القلنسوة، كذلك تحت الإمامة أو فوق الإمامة يلبس. نعم، فإذا هنا نهي عن حمل السلاح بالحرم، حرم مكة. فإن قلت دخوله مكة وعليه المغفر يشكل عليه خبر لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، هكذا حديث، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، وهذا سلاح كما بينا. فإذا كيف لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفر، أو كيف حين دخل مكة مع هذا النهي؟ قلت لا إشكال، لأنه محمول على حمله في قتال لغير ضرورة، فهذا المنع. لماذا؟ النهي حمل السلاح في قتال لغير ضرورة. فإذا لو كانت ضرورة إلى حمل السلاح في قتال يجوز، لا شك أن هذا الوقت يعني وقت فتح مكة ضرورة، حتى أبيحت له صلى الله عليه وسلم ساعة كما ورد في صحيح. ثم قال لا يحل لأحد بعدي،
فإذن هكذا ساعات حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحلال هذا الحل يدل على ضرورة القتال في ذلك الوقت، لأجل ذلك أحلت. ومع ذلك ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المشركين، نعم، لأنه محمول على حمله في قتال لغير ضرورة، وهذا كان لضرورة، على أن مكة أحلت له ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. فإذا ممكن هذا حمله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، وهذه الساعة يجوز حمل السلاح ويجوز ويحل حتى القتال، نعم. أما حمله فيها في غير قتال فهو مكروه، نعم. إذن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل ماذا فعل؟ هو معلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. لماذا تعلق بأستار الكعبة؟ هو تعلق بأستار الكعبة بناء على اعتقاد عادة الجاهلية أن من تمسك بأستارها لا يقتل. متعلق بأستار معناه متمسك بأستارها، لأن عادة الجاهلية أنهم يجيرون كل من تعلق بأستارها من كل جريمة. أهل الجاهلية كانوا يجيرون، يعطون يعني الأمان، يعطون الأمان من كل جريمة، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. لماذا قتله؟ مع تمسك وتستره بأستار الكعبة. قال النووي رحمه الله، قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه. قتل مسلما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قاتل خادمه صلى الله عليه وسلم، وارتد عن الإسلام، ليس كافرا أصليا، نعم. وكذلك وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ به، نعم. وكانت له قينتان يعني مغنيتان، امرأتان مغنيتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأجل ذلك أمره بالقتل، نعم. ابن حجر رحمه الله قال إنما أمر بقتله لأنه ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، متى قتل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما أرسله على الصدقة لجمع الصدقات قتله هذا الرجل. وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ثم هل قتل؟ نعم قتله. استبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، كلاهما سبق إلى قتله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسبق سعيد وكان أشب الرجلين فقتله، نعم. منهما من هو القاتل؟ هذا سعيد بن حريث رضي الله عنه، نعم. فإذا هنا إبراهيم الباجوري يقول أين قتلوه؟ قتلوه بين زمزم والمقام، بين بئر زمزم ومقام إبراهيم، نعم. لكن استشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هكذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان لهؤلاء كلهم. ثم هذا الرجل ابن خطل هو دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة، ظن منه أنه يجار
بناء على عادة الجاهلية، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتلها. لماذا؟ أجيب بأنه من المستثنين. نعم، هكذا عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان لمن يفعل أحد هذه الأفعال، ومع ذلك استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس من الأمان، لذلك ما كان لهم أمان. وهذا الرجل من المستثنين، ابن الخطل كان من المستثنين الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمان. إما هو الحديث لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أهدر في ذلك اليوم، يعني يوم فتح مكة، أربعة، وقال لا آمنهم في حل ولا في حرم. هكذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان عنهم، فقال لا أعطي الأمان. منهم ابن خطل، بل قال في حقهم اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ممكن هم يتعلقون بأستار الكعبة بناء على اعتمادا على العادة الجاهلية، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. نعم. ثم بعده حديث آخر. نعم. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن وهب رضي الله عنه قال حدثني مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال وقتلوه. قال ابن شهاب رضي الله عنه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. ثم فلما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شيء من التفصيل الحديث في المعنى بمعنى الحديث الأول. نعم. جاءه رجل فقال له، ماذا قيل له؟ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال وقتلوه. قال ابن شهاب رضي الله عنه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. قول الإمام الترمذي قال ابن شهاب ليس معلقا بل يعني بالسند الماضي. قال ابن شهاب يعني بالسند الماضي، قال إذن ليس هذا معلقا. إبراهيم الباجوري رحمه الله قال أي بالإسناد السابق، قال ابن شهاب أي بالإسناد السابق. ما هو الإسناد السابق؟ يعني هذا حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب. نعم. ثم والذي سبقه هو مرفوع، هذا يعني بلاغ، رواه بلاغا. لو قال المحدث بلغني بلغني يقال لهذه الرواية البلاغ، رواه بلاغا. نعم. فليس معلقا لما في الموطأ من رواية أبي مصعب وغيره. قال مالك عن ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. نعم. يوم الفتح هل كان محرما أو لم يكن محرما؟ فيه خلاف، فهذا رواية ابن شهاب رضي الله عنه أنه ما كان محرما، لذلك لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المغفر على رأسه. هذا المغفر يلبس يعني بإسباله إلى الأنف، يكون هكذا إلى الأنف يعني مغطيا للرأس والوجه إلى النصف، حفلا للعينين والأنف هكذا، ثم يكون هناك ثقبة للتنفس
هذا يكون غطاء لجميع الرأس، هذا هو المغفر. نعم. من هذا الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خت المتعلق؟ نعم. قيل هو أبو برزة. نعم، أبو برزة هو القائل. لم يكن يومئذ محرما. ابن حجر رحمه الله قال هو كذلك لما كان محرما. لماذا؟ ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة بغير إحرام. نعم، هو كان لابسا لعمامة سوداء كما سيأتي. فإذا لو كان محرما لا يلبس. ودخل مكة، ودخول مكة في حق غير الطائف المتأخب للقتال بغير إحرام جائز على الأصح وإن لم يتكرر دخوله. وقيل الإحرام واجب إن لم تتكرر حاجته. ونقل عن أكثر العلماء في هذا أيضا خلاف، هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ نعم يجوز، متى؟ لو كان للقتال، لو كان متأخبا للقتال. نعم جائز على الأصح. بعده، باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العمامة؟ العمامة كل ما يلف على الرأس، كل ما يلف على الرأس. ينبغي اللف هكذا بالتكبير، هذا هو عمامة. لو لم يلف فهي قلنسوة، يكون هكذا قلنسوة. نعم. ثم لكن المراد منها هنا ما عدا المغفر بقرينة تقدم ذكره. ما يلف على الرأس يصدق على المغفر أيضا، لكن هو ليس داخل في العمامة. نعم. ثم والعمامة سنة لا سيما للصلاة وبقصد التجمل لأخبار كثيرة فيها. وتحصل السنة بكونها على الرأس يعني مباشرة أو على قلنسوة وتحتها، وتحتها يعني وتحت القلنسوة. ففي الخبر ممكن يكون يعني قلنسوة تلبس على الإمامة. وفي الخبر فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، أما لبس القلنسوة وحدها فهو زي المشركين. هكذا يعني أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبس القلنسوة فقط. نعم، لذلك ينبغي الإمامة. لكن في بعض الأحيان ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة فقط، فإذا هذا النهي محمول على دوام لبس القلنسوة بدون التعمم أصلا. ورد في يعني لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم التعمم فقط بدون قلنسوة، كذلك التعمم فوق القلنسوة، كذلك القلنسوة فقط أيضا ورد في لبسه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا النهي يعني ملازمة مداومة لبس القلنسوة بدون التعمم أصلا وهو يعني منكر. وفي حديث ما يدل على أفضلية كبرها، ينبغي أن تكون كبيرة، لكنه شديد الضعف بمفرده لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال. ثم إمامة بالكسر ما يكون على الرأس. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه أن حماد بن سلمة رضي الله عنه حا. وحدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه أن حماد بن سلمة رضي الله عنه أن أبي الزبير رضي الله عنه أن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. نعم، عمامة سوداء، فإذا كان لابسا العمامة والمغفرة. أين كان المغفر؟
الظاهر أن المغفر كان فوق الإمامة. نعم. ثم هذه إمامة سوداء، هل هذا السواد حقيقيا أو يعني تلوثا بسبب يعني دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره كثيرا؟ هكذا ذكر شراه احتمالين. نعم. ثم قيل لم يكن سوادها أصليا بل لحكايتها ما تحتها من المغفر وهو أسود. فإذا بناء على هذا القيل كان يعني الإمامة فوق المغفر، هكذا قيل، وهذا تكلف لا دليل عليه ولا معنى يعلده، بل ما في مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وهو يخطب في مكة على منبر على باب الكعبة. نعم. فإذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. نعم. هكذا ورد يعني في كثير من الحالات. روى ابن أبي شيبة أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء وأن عمامته كانت سوداء. ابن سعد روى إذا رأيته سوداء تسمى العقاب. إذا رأيته إذا للفجاءة سوداء تسمى العقاب. نعم. ولبس السواد جماعة، يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة لبس العمامة السوداء جماعة. نعم. من لبس؟ كعلي رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه وغيره. إذن كان علي يلبس السوداء في بعض الأحيان. وكان الحسن رضي الله عنه يخطب بثياب سود وعمامة سوداء. فإذن يلبس قميصا أسودا إذن علي حسن رضي الله عنه عند الخطبة. وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يخطب بعمامة سوداء. نعم. ومعاوية رضي الله عنه أيضا فإنه لبس عمامة سوداء وجبة سوداء وعصابة سوداء. ثم وأنس رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه هؤلاء كان يخطب كل جمعة بالكوفة وهو أميرها من عمار وعليه عمامة سوداء. كذلك ابن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يلبسها في العيدين. وابن عباس رضي الله عنهما كان يعتم بها بالسوداء. ورد بسند واه حبطت علي جبريل عليه السلام وعليه قبالا سودا وعليه قبال سود وإمامة سوداء. نعم. عليه إمامة سوداء. وإذن لبس جبريل عليه السلام أيضا إمامة سوداء. فقلت ما هذه السورة التي لما ركع هبطت علي بها قط؟ فقال سورة الملوك من ولد العباس عمك. هذه سورة يعني سورة الإمامة السوداء، سورة الملوك من ولد العباس عمك. قلت وهم على حق، يعني تكون هذه سورة ملوك بني العباس. هذا كان جواب جبريل عليه السلام. إذن سأله وهم على حق؟ قال جبريل عليه السلام نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعباس وولده، دعا للمغفرة لعباس رضي الله عنه وولده حيث كانوا وأين كانوا. ما شاء الله. حيث كانوا وأين كانوا اللهم اغفر للعباس وولده. قال جبريل عليه السلام ليأتين على أمتك زمان يعز الله الإسلام بهذا السواد. ليأتين على أمتك زمان
يعز الله الإسلام بهذا السواد. ما معنى السواد؟ فقلت أرياستهم ممن؟ قال من ولد العباس. قلت ومن أتباعهم؟ ومن أتباعهم؟ قال من أهل خراسان. قلت وأي شيء يملكون؟ قال الأخضر والأصفر والمدر والحجر والسرير والمنبر والدنيا إلى المحشر والملك إلى المنشر والخلفاء العباسيون باقون على لبس السواد وكثير من الخطباء على المنبر. هكذا يعني هذا طويل. نعم. ومع ذلك كله الأبيض هو الأفضل. نعم. ومع ذلك لأجل هذه المصالح يعني يكون أولى، وإلا عموما وإطلاقا الأبيض أولى. نعم. في الثياب هذا الأبيض خلاف الأولى للنساء للمرأة. لماذا؟ لأن هذا تشبه بالرجال، لأجل ذلك الأبيض يعني خلاف الأولى للمرأة، أما للرجال هذا هو الأفضل. ثم الحديث الثاني. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه المساور الوراق رضي الله عنه جعفر بن عمر عمرو بن حريث رضي الله عنه نبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة سوداء. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه ويوسف بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه المساور الوراق رضي الله عنه جعفر بن عمرو بن حريث رضي الله عنه نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. من هذه الخطبة خطبة فتح مكة. نعم. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن محمد المدني رضي الله عنه عن عبد العزيز بن محمد رضي الله عنه عبيد الله بن عمر رضي الله عنه نافع رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتم سدل عمامته بين كتفيه. نعم. قال نافع رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد رضي الله عنه وسالما يفعلان ذلك. نعم. فإذا هذا حديث. نعم. إذا اتم اتم يعني لبس الإمامة، إذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمامة سدل إمامته بين كتفيه. سدل إمامته معناه طرف إمامته، يسمى له العذبة. نعم. عذبة هذا يسدل يعني بين كتفيه إلى الوراء. نعم. معناه أرخى طرفها. في رواية عند أبي محمد ابن حبان يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له كيف كان يعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه. رواه مسلم. يعني هكذا يدير كور الإمامة، هكذا يكبر. أما هذا وضع الإمامة على الرأس ليس طريق السنة، طريق السنة هكذا البس يعني يأخذ هذا ثوب الإمامة ثم يكبر هكذا تكبير يدير كور على رأسه ويغرزها من ورائه. ثم الطرف أين يغرز هذا؟ في الوراء ليس في الأمام بل في الوراء يغرز هذا الطرف. ثم بعد غرز الطرف في الوراء ماذا يفعل؟ يرخي طرفه ذؤابة بين كتفيه. هكذا يرخي بين كتفيه هذا طرفيه هكذا يسدل. هذا السدل يحصل لو سدلها بين يديه أو من خلفه أيا كان، لكن الأفضل أن يكون السدل بين الكتفين.
ثم بعده قال قال نافع، نافع يعني راوي هذا الحديث، قال نافع يعني بالسند الماضي. نعم، إذن ليس هذا معلق، الظاهر أنه ليس بمعلق، وكان ابن عمر يفعل ذلك. ثم قال عبيد الله، عبيد الله من هو؟ راوي الحديث عن نافع، قال رأيت القاسم بن محمد وسالما، قاسم بن محمد كذلك سالم يفعلان ذلك. فإذن ماذا أراد الإمام الترمذي بهذا القول، قول نافع كذلك قول عبيد الله، ماذا أراد به؟ أراد به أشار بذلك إلى أنه سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء. كل يفعل بفعل ذلك معناه يسدل الإمامة بين الكتفين. فإذن هي سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء، هذا ترك العذبة ليس ببدعة، ومع ذلك سدل العذبة هو السنة. نعم، سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء. وبالجملة فقد جاء في العذبة أحاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن. نعم، ثم هنا ذكر ابن القيم حكمة في سدل العذبة، لكن أنكر عليه نعم بسببه. ابن القيم نقل عن شيخه ابن تيمية، ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في أشرف الوسائل، قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ذكر شيئا بديعا، ابن تيمية ذكر شيئا بديعا غريبا جميلا، هكذا يقول تلميذه ابن القيم. ما هو؟ وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه واضعا يديه بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة، هكذا ابن تيمية قال. سر العذبة ماذا؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، كيف رآه؟ والي عن يديه بين كتفيه هكذا، يعني هذا الكيفية وضع اليد بين الكتفين، ويعني علامة المحبة والرأفة هكذا والرحمة واللطف. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بأنه رأى ربه والي عن يديه بين كتفيه، معناه كان في غاية من الرأفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بغاية من اللطف والرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأى ربه، يعني ما كان يعني ظاهرا بصفته المنتقم، ما كان ساخطا عليه، بل كان يعني على غاية من الرأفة والرحمة. هذا مراد الحديث. لماذا؟ هنا عبر والعا يده بين كتفيه، هذا حمل اليد على ظاهرها مستحيل في حقه تعالى. لماذا؟ هذا يعني يثبت الجسمية والعلاء لله تعالى، والله تعالى منزه وتعالى عن ذلك كما ثبت بالدلائل العقلية، ومع ذلك كما ثبت بالنصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك قل هو الله أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فهكذا يعني كثير من النصوص والدلائل العقلية براهين قطعية على تنزهه تعالى من الجسم والجسمية. لكن هذا الرجل ابن تيمية هكذا قال بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. وقال العراقي، حافظ العراقي قال لم نجد لذلك أصلا، حافظ العراقي قال، وهذا ابن تيمية قال هكذا، لكن لم نجد لذلك أصلا،
أقول في هذا ثم ابن هجر يقول رحمه الله في هذا من قبيح رأيهما وضلالهما. نعم هذا ابن تيمية دس في هذا الرأي ضلاله وقبحه. في الظاهر ممكن يرى هذا بديع كما قال ابن القيم، لكن هذا ليس بديعا بل هذا يعني تضليل الناس، وهذا يعني رأي صم قاتل. نعم كيف كان إذ هو مبني على ما ذهب إليه وطال في الاستدلال له والحث على أهل السنة في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له تعالى عما يقول الظالمون، عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا وهذه الحكمة متى تنطبق؟ لو وضع اليد الجارحة بين الكتفين، لكن ليس هناك وضع ولا يد بل هذا تمثيل فقط كما هو مذهب الجرجاني وكذلك مذهب الزمخشري أيضا، هذه هي التعبيرات التمثيل فقط. نعم لا يكون هناك وضع ولا كيف ولا يد ولا كيف هكذا لا. نعم فإذا هما يعني هكذا المبتدئة كلهم هكذا يعني هم يضمرون آراءهم وبدعتهم في المسائل ثم بعد ذلك يغرزونها في قلوب المسلمين. نعم ثم بعد ذلك قال ابن هجر رحمه الله ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان. عندهم في هذا الموالى قبائح وسوء الاعتقاد فيقضى عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان. نعم يقضى على هذا الاعتقاد لهما بالزور يعني هذا اعتقاد زور، اعتقاد كذب، اعتقاد ضلال، اعتقاد بهتان. ثم دعا عليهما قبحهم الله وقبح من قال بقولهما. آمين يا رب العالمين. هذا عادة ابن حجر رحمه الله ودعا عليهما وكذلك دعا على المبتدئة كثيرا بسبب حماسته لأهل السنة لأجل يعني غيرته لهذا الدين. نعم نعم هكذا كثير. وقال عن ابن تيمية في الفتاوى الحديثية هو عبد خذله الله ضال أضل ضال مضل هكذا ذكر كثيرا. نعم هو كما قال هما أيضا كما قال. نعم لا شك فيه لأنهما أفسدا كثيرا في هذا الزمان. لو يوجد شيء من التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى فهو صادر من هذين الرجلين واتباعهم، صادر من كتبهما واتباعهما. نعم لأجل ذلك ما قال ابن حجر رحمه الله في حقهما حق وصدق 100%. نعم فهذا التشديد واجب. لماذا؟ لزجر الناس، لزجر المسلمين عن البدعة. نعم هذا تشديد واجب. الله ثم بعده حديث وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا أبو سليمان رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن الغسيل رضي الله عنه عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. عصابة بمعنى الإمامة، عصابة الرأس عمامة، دسماء بمعنى السوداء، الدسمة الغبرة المائلة إلى السوادي،
أو هي السواد. نعم. فإذا دسمة معناه المتلتخة بدسومة شعره من الطيب وكذلك من الدهن. نعم. ثم أين كانت هذه الخطبة؟ هنا هذه الخطبة في مرل موته وأوصاهم بشيء الأنصار كما في البخاري ولم يسعد المنبر بعد ذلك. نعم. إذن هذا في آخر خطبة خطبها على المنبر. ثم الخطبة السابقة يعني قبل حديث خطب الناس وعليه عمامة سوداء، هذا حديث عمرو بن حريث، معناه وعلهم عند باب الكعبة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. ثم والمراد بالمنبر في بعض الروايات عتبة الكعبة لأنها منبر بالمعنى اللغوي وهو كل مرتفع، يعني كل مرتفع منبر. فإذا عند باب الكعبة أين قام؟ على عتبة باب الكعبة ثم خطب الناس. وتلك خطبة أخرى وهذه أخرى. نعم. ثم بعده باب، يعني باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ فيما بعد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.